يلا. شنو سويتي تجهيزات حق رمضان قبل لا يدش عليك رمضان؟ وشنو اوقاتك في، هل تروحين زياره حق امك، زياره حق بيت اهلك؟ هل زوجك الحين اللي خذيتي اسم اللي عليه اسمه؟ عبد الله. عبد الله قاعد يتابعك الحين طبعا. هل في شيء غيره في حياه بيبي ولا هذه هي بيبي؟ لا اكيد، واول شيء انك بتطبخ. اي انا هذه متابعتها مع الستيك والسلطات. اي يعني صدق من حال الى حال. ما كنتي تطبخي؟ ما يعني لا كلش. كلش، والحين ما شاء الله كل شيء. كل شيء كل شيء كل شيء مجبوس. مجبوس مطبق مموش. شو تسوي المجبوس؟ العيش ايه؟ مع الدياي مع ماي الدياي. وما تفوحين الدياي قبل لا تحطي البهارات؟ اي بعدين الماي. مايها صدق؟ اي ها ما ادري، انا اسوي نفس المطبق. شلون؟ كل مرة اقرا من كتاب واسوي. تقرين كتب؟ وبعدين اصور بسناب ان انا اللي مألفة. لا والله. اي والله. زين يعني الدياية لما تفوحينها تحط على عدالها تحطين بهاراتها وتحطين شغلها؟ كل شيء. ما تفوحينها شوية لو عشر دقائق تطلع اسفرتها؟ بلا، ونشيلها، نشيل الاسفرت. انا ما اشيل، انا بدل الماي بكبره. صدق؟ طبعا. وبعدين انا بعد افوح الدياية بفنيان كذي مثل هذا، اذا ديايه واحده خل. اي صح، اذا فيها سفره فيها شغله لا سمح الله الخل يقتل كل شيء ويوخر السفره، عرفتي؟ أوكي. واذا ما عندك خل، عندنا بطل خل اسود. زين هذه هذا معتق يذبح ام الجراثيم. يذبح الديايه اللي بعدها. تفوحين الديايه شو تسوين؟ تقطين العش على طول؟ الحين هذا ترى يعني كل الطبخات على سبيل الحين المجبوس اللي ولا مره سويته. زين كم مره طلع معاك العيش لين؟ اي لا اول الايام كل مره عصيده. اي وبعدين انا اقلبه في يتكسر. زين كم دشيتي على سليمان القصار؟ والله بداود يعني اخو اسامه اتوقع يعني على منال العالم. انا اصلا بداود عزمته عندي البيت عشان يعلمني. قولي والله العظيم. ورحت يا بعد قلبي. وسوينا مجبوس لحم بالفقع. الله عين الريل تغيب قام يسبح. ويعني اصلا يومين واحنا ناكل منه ما نبي يخلص، لكنه ما هو لذيذ.